فرصتنا في التعاطي مع القرآن، الفرصة الأغنى والأثمن والأكبر هو شهر رمضان. طبعاً أشكال التلاوة كثيرة، واحد يقرأ في بيته يخصص له وقت جلسة تلاوة للقرآن، ويخصص له بعض جلسات التدبر القرآني، في جلسة تلاوة وفي جلسة تدبر. جلسة تدبر يعني أقرأ في تفاسير، أقرأ في كتب فيها مفاهيم قرآنية حتى أتدبر. ربما في طيلة شهر رمضان أخصص سورة واحدة أتدبر فيها. تلاوة قد أختم القرآن مرة مرتين، بس التدبر لا، يمكن أختار لي آيات قرآنية أروح أقرأ تفسيرها، أسأل عن معانيها، هذا تدبر قرآني.